إلى ضيفنا ونجدد الترحيب به مجددا من بيت لحم السيد محمد اللحام عضو المجلس الثوري لحركة فتح. يعني نأتي إليك بهذا التساؤل حول التسوية السياسية مستقبل حل الدولتين، وخاصة وقد بدأت بارقة أمل الآن في ظل اجتماع اليوم في الدوحة، وفي ظل نجاح مد الهدن، وفي ظل ترقب أيضا إيقاف نهائي لهذه الحرب. ماذا أو ما هي المقومات التي تتصور أنها يجب أن تكون موجودة بين القوى الفلسطينية كي تكون مؤهلة لهذا الحل؟ نعم، للأسف ما يحدث بالبعد السياسي هو تغييب للحالة الفلسطينية، مع الاحترام لكل الأطراف التي تتحدث، ولكن بالنهاية الشعب الفلسطيني الذي يذبح هو الشعب الفلسطيني. فأكيد القرار يجب أن لا يكون لا في طهران ولا في أنقرة ولا في الدوحة أيضا، يعني بكل صراحة، يعني هذا الدم هو دم فلسطيني، ولا يوجد ممثل على الطاولة لفلسطين. هنالك منظمة التحرير الفلسطينية المعترف بها من أكثر من 120 دولة بالعالم. المقاومة الفلسطينية والفعل الوطني لم يبدأ كما تريد إسرائيل، هو الأمر لم يبدأ المعاناة للفلسطينيين من 7 أكتوبر، هنالك معاناة من عام 1948، وهنالك تعاقب على المجازر والإرهاب في كل ما تعمله منظومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وبالتالي يجب أن يكون هنالك حالة من التمثيل والموجود صحيح. ولكن يعني سيد محمد، المجتمعون الآن يتحدثون بصوت فلسطيني جميعا، ويتحدثون من أجل مستقبل فلسطين والشعب الفلسطيني، ويدعمون أيضا الرؤية الفلسطينية، ويدعمون أيضا أن يكون المستقبل في غزة راجع القرار فيه إليكم إلى الفلسطينيين. نعم عزيزتي، وتحت أي اعتبار، بغض النظر عن أي، إحنا لنا علاقات تاريخية، لدينا عمق في الإقليم وفي المنطقة العربية، هذا ليس مدعاة للتشكيك بالعمق القومي التاريخي مع دولة مصر ومع المملكة الأردنية ومع بعض الأطراف العربية. هنالك تنسيق وهنالك تواصل ما بين الحالة الفلسطينية وهذه الدول المحيطة والقريبة والتاريخية، ولكن محاولة تقسيم الحالة الفلسطينية والانفراد بقضية قطاع غزة، نحن لا نتحدث اليوم. من قام بتقسيم؟ إذا سمحتي لي بس أكمل الفكرة، يعني إذا سمحتي نريد أن نستوضح هذه النقطة، نقطة نظام، يعني من الذي قام بتفتيت أو بتقسيم القضية الفلسطينية؟ نعم، ما يحدث الآن من بعض الأطراف هو تحويل القضية الفلسطينية بعد نحو حوالي 20,000 شهيد مع من هم تحت الأنقاض حتى اللحظة من أبناء شعبنا، مع ما يحدث في الضفة الغربية من وتيرة متسارعة للاستيطان والقتل والذبح أيضا، البعض يريد أن يعود بنا إلى أن تكون القضية الفلسطينية كيس طحين ودخول محروقات ومساعدات إنسانية. القضية الفلسطينية قضية سياسية بامتياز، ويجب أن يكون هنالك الحديث الاستراتيجي حول هذا الموضوع. الإدارة الأمريكية تريد أن تذهب مع بعض الأطراف، نعم مع بعض الأطراف، إلى تحويل القضية الفلسطينية لقضية إنسانية خدماتية بهذا الجانب. هنالك، لأن هذه هي مقتضيات هذه المرحلة. نعم أتفق في هذه المرحلة، نحن نحتاج طبعا إلى هدنة، نحتاج إلى البعد الإنساني. أنا أقول لك بشكل واضح لكي لا يفهم حديثي من هنا أو هناك، هنالك إطار اسمه منظمة التحرير الفلسطينية، وهو يتسع لحماس ويتسع للجهاد ويتسع للجميع، وبالتالي
كل هذه الخطوات ذات العلاقة بتمتين الحالة الداخلية والوحدة الوطنية الداخلية، ولكن أن يكون هنالك محاولة لاجتزاء قطاع غزة في حلول مرحلية أو تحت عنوان حل مؤقت، هنالك طرح تركي واضح في هذا الجانب، وهنالك طروحات قطرية في هذا الجانب، وطروحات إيرانية في هذا الجانب. بالتأكيد هذا ليس محط قبول، يعني قد يكون مقبول البعض ولكن بغالبية الشعب الفلسطيني هذا غير مقبول. نحن نريد حل يؤكد الوحدة السياسية والجغرافية ما بين قطاع غزة والضفة الغربية والقدس كحل أصلا تقبل به منظمة التحرير وحماس في هذا الجانب لبناء دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 67 في هذه السياقات. وهذا ما تدعو له مصر أيضا بكل تأكيد سيد محمد لحام. أنا قلت لك وأشرت إلى ذلك تماما بما يتعلق بالموقف المصري والموقف الأردني تحديدا في هذا الاتجاه، هذا يعني ما في نقاش في هذا الجانب، ولكن التخوفات الموجودة والضغط الأمريكي لموضوع الترحيل، وشاهدنا الموقف المصري الثابت على مستوى السياسي على لسان الرئيس السيسي وعلى المستوى الشعبي، وكذلك الموقف الأردني السياسي والشعبي في هذا الجانب، ولكن لا، هنالك أصوات إقليمية تريد أن تذهب إلى تجسيد واختزال الدولة الفلسطينية في قطاع غزة، وهذا ما أراد نتنياهو. نعم، وهذا أمر مرفوض بكل تأكيد. طبعاً. سيد طبعاً. محمد لحام ابقى معنا.